السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامج ملاعب بلدنا. طبعا مجموعة بحري بالممتاز به تشتعل. طبعا نادي غزل المحلة متصدرا ومنفردا بالصدارة بعد فوزه على شقيقه الأصغر نادي بلدية المحلة بثلاثية نظيفة على ملعب نادي بلدية المحلة، ليرتفع رصيد غزل المحلة ل 41 نقطة، والمباراة القادمة مباراة شبه سهلة مع نادي بيلا المتزيل تماما لجدول الترتيب. طبعا نادي غزل المحلة العريق، نادينا الكبير، طبعا إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق والآمال في بطاقة التأهل للممتاز به. طبعا نادي غزل المحلة باقي مباراتين إن شاء الله بإذن الله، مباراة بيلا ومباراة الأولمبي إن شاء الله بمدينة الإسكندرية. بالنسبة لنادي فاركو يفقد نقطتين ثمينتين بعد تعادله السلبي مع نادي الرجاء في مطروح. طبعا يصل للنقاط 39 نقطة محتلا به المركز الثاني. دمنهور يفقد نقطتين ثمينتين أيضا مع نادي المنصورة ليتعادل بهدف لكل منهما، ليصل رصيد دمنهور 34 نقطة طبعا ورصيد المنصورة 32 نقطة. دمنهور المباراة القادمة الرجاء، ولكن الفرصة كده يعني شبه منتهية لنادي دمنهور ولنادي المنصورة. طبعا فاركو ما زال الأمل يضاهي فاركو إن شاء الله بإذن الله. طبعا المباراة القادمة لفاركو مع أبو قير للأسمدة. ديكرنس الحصان الأسود لهذه المجموعة، طبعا نتائج جيدة جدا وترتيب محترم في المركز الخامس برصيد 31 نقطة، ولكن مباراة مهمة مع نادي فاركو، طبعا عايز يكسبها بأي شكل نادي فاركو، طبعا في بداية الأسبوع قبل الأخير إن شاء الله. بالنسبة لنتائج هذه المجموعة ومجموعة الموت، المجموعة اللي هي طبعا كلها، طبعا غزل المحلة كان في ترتيبه الرابع أو الخامس قبل بداية الدور الأول، ولكن طبعا الجهد والعرق بتاع نادي غزل المحلة الحمد لله بقى في الصدارة، وإن شاء الله بإذن الله ضمن التأهل بنسبة 90% إن شاء الله. نتائج هذه المجموعة في الجولة رقم 20، طبعا تعادل سلبي بين الرجاء وفاركو، بيلا والحمام. بيلا طبعا مع العلم لم يفز بأي مباراة طوال الموسم الرياضي. الحمام يفوز على بيلا بهدف نظيف على ملعب بيلا، وبلدية المحلة وغزل المحلة، فوز غزل المحلة على نادي بلدية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. المنصورة ودمنهور يتعادلان بهدف لكل منهما، وأبو قير للأسمدة ونادي ديكرنس تعادل سلبي بدون أهداف. الأولمبي يفوز على المالية بهدف نظيف، وطبعا لترتفع آماله في طبعا في ترتيب المسابقة. طبعا بطاقة التأهل برضو بني سويف فقد نقطتين ثمينتين بعد تعادله، أو فقد ثلاث نقاط مهمة من شقيقه الأصغر نادي تليفونات بني سويف، والبنك الأهلي طبعا إن شاء الله بإذن الله يحتل المركز الثاني، وفي انتظار بطاقة التأهل لأن هي شبه محسومة ما بين الناديين نادي بني سويف ونادي البنك الأهلي. طبعا قطاع الناشئين بنادي الزرق الرياضي، طبعا الحمد لله بدأ هذا القطاع في قرابة الشهر، وتم الحمد لله تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية لهذا القطاع، وطبعا الحمد لله ربنا كرمنا بلاعبين جيدين مميزين، تم عمل تعاقد لهم بعقود، وإن شاء الله بإذن الله في انتظار مباراة الدوري بإذن الله. معي في الفقرة القادمة إن شاء الله مدربين مميزين من مدربي نادي الزرق الرياضي في قطاع الناشئين، الكابتن محمود حنفي المدير الفني لفريق 2001
ومعه الكابتن محمد بيبو المدير الفني لمواليد 2005. هنطلع لفاصل ونعود نستقبل ضيوفنا الكرام. مدير ملاعب بلدنا، اهلا بكم في مدينه رشيد وتحديدا من مركز شباب زغلول برشيد. لكن لنا لقاء مع مدير اداره مراكز الشباب رشيد. فهمي عروس، مدير اداره شباب رشيد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا، شرفتونا ونورتوا رشيد، ويا رب تقضوا معانا يوم جميل. واهلا بقناه الصحه والجمال على ارض مركز رشيد محافظه البحيره. مركز رشيد وازاي اللاعبين قدروا يتطوروا وايه المراكز اللي وصلوا لها؟ احنا عندنا هنا على مستوى مركز ومدينه رشيد عندنا 13 ملعب في 13 مركز شباب، ودي طفره هائله جدا على مستوى الامكانيات الرياضيه وامكانيات المؤسسات الشبابيه. عندنا في ال 13 مركز 13 ملعب. بنشكر القائمين في وزاره الشباب والرياضه، معالي الوزير السابق خالد عبد العزيز ومعالي الوزير الحالي الدكتور اشرف صبحي، ونشرف كل القائمين الدكتور ابراهيم خضر وكيل وزاره الشباب والرياضه بمحافظه البحيره وكل القائمين على شؤون الشباب والرياضه على هذه الطفره الكبيره في ان يكون في كل مركز شباب ملعب منجل. فدي بتتيح فرصه لاكتشاف المواهب، اكتشاف المواهب في كره القدم، اكتشاف المواهب في كافه الالعاب الرياضيه سواء كانت العاب فرديه او العاب جماعيه. طيب بالنسبه للاستثمار الموجود في اداره رشيد، هل موجود في استثمارات لمراكز اخرى؟ احنا بنقول احنا الاستثمار توجه من الدوله للعمل على رفع امكانيات المؤسسات الشبابيه والمؤسسات الرياضيه. الهدف منه مش ربح مادي، ولكن الهدف منه هو رفع كفاءه هذه المؤسسات لتؤدي خدمه اعلى بما يعود بالنفع على ابنائنا من الطلائع والشباب وكبار السن، لان عائد الاستثمارات بيعود بالنفع في ان احنا نقدم انشطه وفعاليات اكثر جوده. طيب بالنسبه للاستثمار، هل فعلا في موجود مواهب تستحق انها تطلع تكون واجهه مشرفه زي محمد صلاح مثلا؟ المواهب الحمد لله موجوده في كل مكان، ولكن العبره بايه؟ العبره بمن يكتشف. احنا بنحاول من حين لاخر بنعمل لقاءات رياضيه مع مراكز الشباب الاخرى. النهارده على ارض مركز شباب زغلول عاملين لقاء مع مدرسه كوره ومركز شباب من محافظه الاسكندريه. بنحاول نتبادل الخبرات مع المؤسسات ومع مراكز الشباب ومع الانديه. بيشرفنا القنوات الاعلاميه من خلالكم، واحنا بنشكركم كقناه وكمنبر اعلامي كبير في الاعلام المصري قناه الصحه والجمال. بنحاول ننشر ونسوق اولادنا التسويق الامثل احنا نلاقي المواهب فعلا تجد فرصه في الانديه الكبيره ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بنشكر جدا حضرتك يا فندم. طب لو في حاجه تقدر تضيفها تقدر تقولها، او عايز يكون في مثلا مساعده اكتر في استثمار اكتر، ممكن ايه يتقدمه الدوله لك؟ والله الدولة النهاردة بصراحة ما بتبخلش على مجال الشباب والرياضة بأي شيء، ولكن احنا بنقول ايه؟ ان احنا ملعب النهاردة عطيك ملعب عشان تستثمره وعشان تنمي مواردك الذاتية عشان تصرف على الأنشطة بتاعتك. في ساعات كتيرة ان بعض الملاعب نظرا لبعدها عن الحيز الجغرافي او بعدها ما بتقدرش تلم استثمارات كويسة او عوائد كويسة، فبنطرحها للاستثمار. بيجي المستثمر بيرفع كفاءة الملعب، بيديني ايراد اعلى انا كمؤسسة شبابية. فاحنا عايزين مرونة اكتر من وزارة الشباب وموافقات سريعة في حتة طلبات الاستثمار، لان الوزارة بتقول انا مش هوافق لك على الاستثمار في ورجعنا لكم تاني. انضم الي في الاستوديو الكابتن محمود حنفي المدير الفني لفريق ال 2001 بنادي الزرقاء الرياض. اهلا وسهلا كابتن محمود. اهلا بك يا كابتن. الله يبارك فيك. منورنا. الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يخليك. ومعي ايضا الكابتن محمد بيبو، طبعا المدير الفني لفريق ال 2005 بنادي الزرقاء الرياض. اهلا وسهلا كابتن محمد. اهلا بك كابتن. عامل ايه؟ كل شهورك يا كابتن محمد. الحمد لله. الحمد لله كابتن. طبعا في البدايه كابتن محمود عايز اتكلم عن بالاخص فريق ال 2001، وهل اكتمل الشكل الجيد قوام الفريق ولا لسه، ولا وضع الفريق ماشي ازاي لغايه دلوقتي؟ والله كابتن احمد احنا بدانا فتره اعداد كويسه جدا. تمام. وبدانا برضو بلعيبه مميزه عندنا.
بدأنا نكون القوام الأساسي للفرقة. يعني عينيك مثلا بدأت كده تشوف اللعيبة المميزين. بدأنا تمام. بدأنا وعندي برضه اللعيبة المميزة في الكابتن، في عندي أحمد فوزي لعيب كويس جدا. أحمد فوزي ولا أحمد فوزي؟ أحمد فوزي. طيب ماشي. تمام. وعندي برضه محمد يوسف. طيب. وعندي بيلي وعندي درويش وعندي لعيبة كتيرة جدا ما شاء الله. تمام. وبدأت يعني فترة إعداد معهم على أساس أن أنا بعمل الأساسي للفرقة. تمام. وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله. إن شاء الله. كابتن محمد، برضو بالنسبة ل 2000 المواليد 2005، هل اكتمل القوام الأساسي الفريق وما أهم اللاعبين في هذا الفريق؟ الحمد لله بعد فترة الإعداد طبعا استقرنا على لعيبة كتير جدا مميزة. عندنا جاهزية الحمد لله لعيبه سوبر القدم طبعا من الانديه المصريه، اللي عندنا 6 لعيبه الحمد لله. مؤمن سليمان ديفندر هايل جدا القادم من الشرقيه. تمام. محمد تامر هاف ليفت، يوسف جمعه طبعا هاف رايت، مروان محمد نجم مصر القادم، محمود اسحاق، زياد محمود، وعمر محمد طبعا لعيبه. كابتن عندك برضو علام احمد شحاته مساك كويس جدا، شوف علام وصالح تحت منه وصالح. ما شاء الله عليه. عندنا احمد حمدي، عندنا احمد عاطف، عندنا كريم رضا، عندنا بعض اللعيبه الحمد لله استقرينا عليهم بشكل كبير جدا. اللعيبه بدات تنفذ اللي احنا هنعمله، عندنا الثوابت اللي احنا اشتغلنا عليها. تمام. خلاص قدرنا ان احنا الحمد لله نستقر على التشكيل الثابت اللي هنبدا بيه ان شاء الله البطوله، واللعيبه على استعداد تام ان شاء الله ان احنا نحقق مركز اول بفضل الله ان شاء الله السنه دي. وانا شايف ان الحمد لله ربنا مش هيضيع تعبنا في اللي احنا بنعمله مع اللعيبه ان شاء الله. كابتن محمود، بالنسبه لي اللاعبين المميزين لفريق ال 2001، طبعا عايزين نذكرهم كده بالاسم كده بالنسبه لمراكزهم. والله عند احمد فوزي يا كابتن لعيب ديفندر هايل يعني. تمام. صانع العاب ممتاز ممتاز يعني. وعندي محمد يوسف مساك 10 على 10. تمام. بيفكرني بهشام يكن. كويس. زمالك. تمام. وعندي البيلي برضه مهاجم كويس جدا يعني. البيلي لعيب تقيل ولعيب كويس جدا ولعيب مشاكس جدا جدا وواد عالي يعني. وعندي درويش برضه باك ليفت كويس جدا ومميز. وعندي برضه في الفرقه كابتن لعيبه كويسه جدا جدا ان شاء الله بتيجي مع الماتشات الوديه اللي هنعملها باذن الله، ومع المعسكر الجاي ان شاء الله هيبدا ايه. طب بالنسبه للمعسكر ان شاء الله بدايته هتكون الخميس باذن الله. يا كابتن بيبو خلاص المعسكر الخميس ان شاء الله ان شاء الله تحديده. حددنا وحطينا الناس طبعا اللي طالعه ان شاء الله. تمام. عملنا كشف طبعا بالاجماع على الناس اللي الحمد لله اللي جاهزه ان شاء الله للمعسكر ان شاء الله. فرقتنا الحمد لله جاهزيه. هتخللوا بقى المعسكر ده نجهز اللعيبه بدني ومباراه وديه هنبدا على مستوى اللاعبين. هنبدا ان شاء الله هنبدا بقى الشغل البرنامج بدني كويس. تمام. هنبدا بعد كده نشتغل. هيبقى في تدريبه واحده في اليوم ولا تدريبتين، واحده صباح واحده مساء؟ لا هنشتغل صباح ومساء. برنامج بتاع هنشتغل صباح ومساء ان شاء الله. تمام. هنبدأ طبعا هتخللوا برضو بدني وهتخللوا برضو مباريات وديه للوقوف على مستوى اللاعبين. اكيد يا كابتن. احنا لازم طبعا هنبدا نشوف استراتيجيه طبعا للفرقه، الشكل العام للفرقه والقوام اللي هنشتغل عليه. هنبدا نحط البرنامج. هنشتغل بدني، بعد كده هنشتغل المهاري او هندي الجزء المهاري طبعا بعد الراحه اللي اللعيبه هتبدا تاخدها بعد شغل البدني طبعا صباحا، وبعد كده اللعيبه ان شاء الله نرجع بعد المعسكر نبدا ماتشات الوديه عشان طبعا نقف الثوابت اللي عندنا في الفرقه، نشوف اللعيبه اللي جاهزه. عندنا احمد حمدي زي ما قلت لحضرتك. تمام. عندنا صالح في خط الظهر، احمد عاطف ليفت ممتاز جدا، ابراهيم محمد ظهير ايسر، عندنا يوسف جمعه ده ان شاء الله لعيب جاهز جدا قادم من طلائع الجيش. عندنا عاصم متولي، في بعض اللعيبه الحمد لله يعني قادمه من انديه كلها معروفه في مصر يا كابتن احمد. تمام يا كابتن محمد. وان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله عايزين نلاقي فرقه كويسه كده بخاطر الكابتن محمد بيبو ان شاء الله. لا هتلاقي كابتن، واحنا بنوعدك ان شاء الله ان احنا يعني لازم نعمل مركز كويس باسم نادي الزرقاء ان شاء الله اللي طبعا لان احنا كلنا شغالين تحت اسم كبير وكيان كبير يا كابتن. كابتن محمود، بالنسبه برضو للمعسكر اللي بالفريق 2001 برضو طالع لمده اسبوع ان شاء الله باذن الله كابتن. تمام. برضه هتخللوا برضه مباراه وديه هتخللوا مباراه وديه، وبعدين انا بدات تجهيز اللاعبين. اتفضل. انا بدات دلوقتي حضرتك اعمل تمركز لكل لعيب في مكانه على اساس اجربه في اكتر من مكان عشان يثبت في المكان ده، على اساس اكون كيان الفرقه كويس يعني. عندي لعيبه بدات اجربها في اكتر من مكان
وان شاء الله المعسكر ده هيزود تمام مع الماتشات الحبيه اللعيبه هتيجي ان شاء الله. وبعدين للوقوف على مستوى اللاعبين بالظبط. وبعدين 2001 يا كابتن انا عندي قوام ممتاز يعني عندي 2001 يا كابتن 19 سنه يعني يعتبر نقول فرقه يعني زي 99 امل يعني نقول فرقه مدعمه برضه الشباب للفرس مجموعه لعيبه ممتازه عندي كويسه جدا 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 جايين من بعض الانديه منضمين لينا واحنا برضه جاي لنا لعيبه كويسه وطبعا بقيادتك ان شاء الله كابتن محمود عايزين حاجه كويسه باذن الله. كابتن محمد بيبو عايزين برضه نتكلم عن المباريات اللي انت حاططها في الاجنده اللي هي المباريات الوديه للوقوف على مستوى اللاعبين ممكن تذكرها كده؟ ان شاء الله راجعين يكون معانا اول ماتش طبعا اتحاد الشرطه تمام على ملعب اتحاد الشرطه تمام عندنا الماتش اللي بعد كده ان شاء الله الترسانه تمام بعد ان شاء يعني الله يعني اتحاد الشرطه ان شاء الله الماتش الاول دي مباراه وديه طبعا المباراه الثانيه مع الترسانه ماتش الترسانه المباراه ان شاء الله اللي هتبقى الترسانه ده في 100 عقبه ان شاء الله تمام بعد كده ماتش طلائع الجيش ان شاء الله في دار المشاه ان شاء الله هنلعب على ارضهم هنبدا نعمل ماتشات كويسه ان شاء الله بعد كده عندنا الشمس هنعمل ماتش مع الداخليه لازم نعمل ماتشات قويه عشان نقدر نشوف القياسات بتاعتنا وصلت لحد فين تمام والنتيجه ايه المحصله ونقدر نعدل من خلال المباريات الوديه نشوف ايه الاخطاء في التكتيك في تمركز اللعيبه عشان نقدر نوظف اللعيبه بشكل كروي نبقى عارفين اللعيب ده هيلعب هيدينا ايه في الملعب طب لو اللعيب ناقص حاجات معينه بنبدا نشتغل عليها تمام من خلال فتره الاعداد اللي احنا راجعين منها ان شاء الله في شغل التكتيك والمباريات الوديه هنبدا نشتغل على اللعيب شغل تاني خالص عشان يبقى عندنا الجاهزيه كل التشكيل ثابت عليه طيب كابتن محمود برضو ما زلنا مع فريق ال 2001 برضو بالنسبه للمباراه الوديه في اجنده للمباراه الوديه حاططها مثلا والله يا كابتن في بعض الماتشات الوديه بشيء باذن الله اول حاجه هنعمل مع بتروجيت ماتش ودي ان شاء الله تمام وبعدين بعد كده هنبدا مع الانتاج الحربي دي تمام الماتش وهبدا برضه اعمل ماتش مع الشرقيه محافظتك تمام اهم حاجه الشرقيه لا ده الشرقيه ديت لها قصه كبيره ده ولا انا باللعيبه الشرقيه يا كابتن بس للاسف الشديد الشرقيه دلوقتي معلش من الممتاز الف للممتاز ب للدرجه الثالثه ده كارثه بالظبط في حجم وكيان نادي الشرقيه بالظبط فان شاء الله طبعا نتمنى وجود الشرقيه في مكانها الطبيعي محافظه كبيره زي ده يا كابتن محافظه ولاده باللعيبه ما فيهاش فرقه ممتاز كارثه يعني كارثه ولكن ان شاء الله الكل يتكاتف من اجل العوده الصحيحه والعوده الجيده لفريق الشرقيه هو اللي جاي احسن يا كابتن ان شاء الله ان شاء الله طيب معنا اتصال تليفوني الكابتن احمد سعيد فواز مدير قطاع البراعم بنادي الزمالك مطروح اهلا وسهلا كابتن احمد السلام عليكم عليكم السلام وبركاته يا كابتن احمد كابتن احمد ازي حضرتك من اول في الشاشه الله يخليك يا رب انت اخبارك ايه تعمل الكابتن محمود حبكي طبعا الله يخليك والسلام للكابتن محمد بيه مدير 2005 للنادي الاهلي حبيبي يا كابتن حبيبي يا كابتن اخبارك يا كابتن احمد؟ ان شاء الله السلام عليكم حضرتك انا كلام انا شايف حضراتكم بتتكلموا على الاعداد المدني تمام الاعداد القطري قبل المنافسات والمنافسات فما شاء الله الكلام كويس جدا ان ده البرنامج اللي هو العلمي المنظم اللي انا سمعته من كلامكم دلوقتي تمام انتوا بتعدوا اعداد بدني منظم في اعداد خططي اكمل قبل المنافسات المباريات الوديه والتكتيك وانتوا عندكم بعد كده المباريات الرسميه هو الفكره الاعمال هي دي الاجزاء اللي بتقسمناها بتنظيم تمام كده عشان ابدا بالخطط دي والمنافسات قبل بدري فانتوا كلام حضراتكم ما شاء الله مميز جدا وانا مبسوط جدا من المجهود بصراحه وبفضل الله ان انا بتمنى امشي على خطاها مع كابتن احمد فوز بصراحه عاجبني البرنامج والسيستم اللي هو قايم بيه في نادي الزرقاء ما شاء الله حاجه منظمه جدا والله احنا عايزينك معانا يا كابتن احمد يشرفنا يا كابتن يشرفنا طبعا حبيبي احمد فوز مع فوز موجودين في مكان واحد اضافه جميله طبعا شرف ليا حبيبي يا كابتن احمد محترم حبيبي يا كابتن محترم بصراحه متعلم من حضرتك وانا مبسوط جدا الله يخليك يا كابتن احمد اللي هو حضرتك ما شاء الله شايف انت مش بتختار اي حد مش على حاجه منظمه جدا الله يخليك في كمان ماتش وفريق ماتش حتى من كمان كنا بنتكلم المباريات الوديه جميل قوي ان انتوا حتى بادئين بمباراه قويه في الدوري الممتاز تمام يا كابتن حاجه كويسه لعيبه الماركتنج دي حاجه كويسه ان انا دلوقتي بعرض لعيبتي على الدوري الممتاز كلها حاجه كويسه
شكرا جزيلا كابتن احمد فواز، طبعا المدير الفني بالمركز الاولمبي بالمعادي ومدير فني لقطاع البراعم بنادي الزمالك مطروح. شكرا جزيلا كابتن احمد فواز. كابتن محمد بيبو، طبعا حابب تشكر مين بقى اللي واقف جنبك وساندك في الحياه الرياضيه؟ لا انا اولا بقدم الشكر طبعا للكابتن محمد شعله، ده حد كبير وقدير طبعا. بشكر طبعا والدي جميل. اللي وقف جنبي فعلا يعني وقفه انا ما انساهاش عمري بفضل ربنا. تعب معايا والدتي اللي وقفت جنبي كتير طبعا، انا بشكرهم وبشكر يعني الاستاذ سعد الاشكر طبعا، ده يعني اضافه قويه جدا في حياتي. تمام. ده حد جميل جدا طبعا. بشكر طبعا الكابتن مجدي كوتش وكل الناس الافاضل طبعا اللي وقفوا جنبنا في الفتره اللي فاتت. تمام يا كابتن. كابتن محمود برضو يعني حابب تشكر مين في هذا المجال؟ والله يا كابتن انا مريت بمراحل كتيره. تمام. بدايه بكابتن ابو زيد منصور. ده راجل بدايه الكوره معاه. تمام. وكان مسك وكيل وزاره الشباب والرياضه في الشرقيه ومدرب في الامارات وكده. كابتن حسن الشبكي رحمه الله عليه، ده كابتن صعدني من 19 ل 21 لفريق اول في الشرقيه. تمام. ده طبعا بيدين له الفضل طبعا بعد ربنا طبعا. طبعا رحمه الله. والكابتن عرب البحطيطي رحمه الله عليه كابتن الكبير، وده 19 بدا يعلمني ازاي العب كوره. تمام. حياتي بدات مع الراجل ده. تمام. وطبعا اخيرا كابتن وسيم الشنواني في جود بلبيس لما لعبنا ممتاز وكده، برضه فضله. جود بلبيس لعب الدور ممتاز. لعب ممتاز. لعب اولى بي ولعب ممتاز. ممتاز. لعب اولى بي مع شاركتك يا محمود مع الممتاز؟ شاركت. كان اهم بقى وافضل مباراه لك في حياتك بقى؟ المنيا. المنيا. ايام هشام عبد الرسول والجماعه. انا ماتش حكايه. حاجه حكايه. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيوفي الكرام، الكابتن محمود حنفي المدير الفني لمواليد 2001 بنادي الزرقاء أريال. شكرا جزيلا. شرف لينا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن. وبحب اشكر ضيفنا الكريم، ضيفنا الدائم الكابتن محمد بيبو المدير الفني لفريق ال 2005. شكرا كابتن. شكرا لحضرتك كابتن احمد، ده لنا الشرف يا كابتن. حبيبي كابتن حبيبي. هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام، الكابتن شعبان عبد الصمد المدير الاداري بنادي الزرقاء الرياضي لقطاع الناشئين، ومعه لاعبين جيدين مميزين من القطاع، اللاعب سعداوي الشورى مواليد 99 واللاعب محمد عادل مواليد 2003. هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام. ورجعنا لكم تاني. طبعا انضم الي في هذه الفقره الكابتن شعبان عبد الصمد مدير قطاع الناشئين الاداري بقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي. اهلا وسهلا كابتن. الله يخليك كابتن. واللاعبين الجيدين اللاعب سعداوي الشورى لاعب مواليد فريق ال 99. اهلا وسهلا. اهلا بك كابتن. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله كابتن. واللاعب الجميل حارس المرمى الجيد حارس مرمى مواليد 2003 اللاعب محمد عادل. اهلا محمد. عبارك يا محمد. طبعا كابتن شعبان عايزين نتكلم عن الشق الاداري لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء، وفي نفس الوقت كلمنا بقى السداد المعسكر بتاع الاسبوع ده، عايزين نتكلمه كده في عجاله. ظبطت كل شيء ولا ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الاول بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمعسكر، بالنسبه للمعسكر، بالنسبه للبراعم، البراعم خرجوا الاسبوع الماضي ورجعوا. اول تمرينه ليهم كانت يوم الاحد. ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل كده. عملنا طبعا في المعسكر ماتشات وديه. تمام. عملنا برضو يعني خدنا وقت كويس جدا في بالنسبه للحمل التدريبي للاعبين الجيدين، بحيث ان احنا نختار العناصر الكويسه اللي هنقدر ندخل بيها الموسم ان شاء الله باذن الله. تمام. سعداوي الشورى مواليد 99، قول لي بقى مركزك يا سعداوي عشان تلعب منضم حديث. انا مركزي ديفندر في وسط. ديفندر. لعبت فين قبل كده بقى؟ انا بدايتي كانت في اكاديميه القيصر بالفيوم كابتن محمود يوسف. تمام. ثم لعبت فريق اول درجه رابعه الشواشنه في الفيوم. تمام. شاركت مع الفريق الاول. لعبت معاه. لعبت معاهم ماتشات. وانت محمد عادل كده بدايتك كانت فين كحارس مرمى بقى؟ بدايتي كانت في نادي
الاقصر. تمام. انت اصلا من الاقصر يا محمد؟ من الاقصر. تمام. كنت تلعب في نادي الشعب هناك في الاقصر. نادي الشعب الاقصر. عصام. مع مين بقى؟ كابتن عصام. كابتن عصام؟ اه. تمام. كابتن كلمني كده عن توقيع اللاعبين بالنسبه الاوراق اللي هي بتنطلب لقيد اللاعبين. هو بالنسبه لقيد اللاعبين هو اللاعب بيجيب الصور الشخصيه بتاعته. تمام. مع شهاده الميلاد الاصليه، واذا كان براعم بيجيب شهاده صوره البطاقه بتاع ولي الامر. ده بالنسبه للبراعم. تمام. اما بالنسبه للناشئين طبعا بيجيب اللي هو صوره الوالد بتاعه، الشهاده الطبيه، الحاجات دي. والشهادات الطبيه والقيد برضو بنعرف، عشان بنعرف حته لان في المرحله ديت حته السن شويه بنقلق منها. فبنضطر ان احنا بس هو طلع بطاقه يعني ممكن يشك لا بيطلع خلاص، بنشوف صوره البطاقه. انت طلعت اتنين مزورين يعني كده بطريقه شيك كده. ما هو احنا بنبعت للمدرسه وبنحاول نشوف برضو الحته دي يد. تمام. فربنا يسهل ان شاء الله باذن الله، ونحاول ان احنا نقدر نسيطر على الحته دي يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. قول لي كده يا سعد كده، افضل مباراه لعبتها بقى؟ انا والله مش بالتحديد يعني، انا الحمد لله يعني معظم المباريات يعني ببقى في المتوسط يعني الاحسن يعني. طب كويس. الحمد لله يعني. وانت محمد عادل، افضل بقى مباراه؟ احنا كنا بنلعب مباراة ودية يعني، انا ما كملتش من مباراة في الدوري. طب انتوا واخدين النادي ازاي، كمحطة ولا خلاص كده؟ لا ان شاء الله محطة يعني. ان شاء الله محطة كويسة ان شاء الله. ان شاء الله الواحد عنده امل في ربنا ان هو يبقى حاجة بعد كده ان شاء الله. ربنا يوفقك يا رب. طبعا احنا اللي مستواه كويس هو اللي بيكمل، مستواه مش كويس يقعد بقى في بيته، يوفر على اهله مصاريف ويوفر على المدربين مجهود. اكيد. تمام ولا ايه؟ متفقين على المبدأ ده؟ تمام تمام. طيب طبعا لو في صور كده نعرض الصور بتاعه اللاعبين المنضمين حديثا لنادي زرع الرياضي، يا ريت تجهز لنا الصور كده. كابتن شعبان، بالنسبه للمعسكر ان شاء الله اللي هيقام يوم الخميس القادم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هيقعد كام يوم؟ ان شاء الله باذن الله. احنا بدانا قعدنا للمعسكر ان شاء الله باذن الله القادم للناشئين دوت هيكون اسبوع. تمام. ان شاء الله باذن الله في الاسبوع دوت هنقدر كل مدير فني هيقدر يحدد قوام الفريق بتاعه. تمام. بحيث ان احنا ان شاء الله باذن الله بعد اسبوع هيرجع للفريق بالقوام الاساسي اللي احنا هنقدر ندخل عليه الدوري، بحيث ان احنا نكون في مستوى كويس ونقدم مستوى كويس باسم نادي الزرقاء، لان اسم كبير. تمام. وربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله، لان احنا عندنا منظومه كويسه، اداره كويسه، وفي نفس الوقت في مدربين كويسين محترمين، وعندنا عناصر جيده من جميع انديه مصر موجوده عندنا حاليا في الزرقاء. طيب ربنا يوفق ان شاء الله. حته بقى في الجون كده، المقابل المادي. تمام. هل في تعالي ومغالاه في المقابل المادي للنادي استثمار ولا لا في المتوسط المعقول؟ لا لا لا، في المعقول جدا جدا جدا، والدليل على كده ان احنا عندنا اكبر عدد يعني. انا في مستويات كتير قليله جدا احنا رفضناها. تمام. يعني انا رفضت في مستويات جت عندي الاسبوع الماضي دوت عدد مهول، وفتره الاعداد برضو جالنا الاختبارات. طب بالنسبه للاختبارات، في اختبارات قادمه ولا في ان شاء الله باذن الله هنحدد فتره، بس هناخد المميزين جدا. المميزين جدا، لان احنا طبعا احنا الاختبار بتاعتنا بالنسبه لنا بنبقى ما فيش عائد مادي بالنسبه ليها يعني، بتبقى تمام مجانا الاختبارات. مجانا الاختبارات علشان برضو الولد. وهل بالفعل بيتم اختيار لاعبين؟ طبعا. عشان بنحدده يا جماعه، بنتكلموا على النقطه المهمه ديت، لان في انديه بتعمل اختبارات سمك لبن تمر هندي. احنا الحمد لله رب العالمين مضى لقطاع الناشئين لا يقل عن 16 لاعب من محافظات مختلفه، منها المنيا، منها الفيوم، منها بني سويف. تم اللاعبين المميزين تم توقيعهم على استمارات القيد علشان دي اختبارات. واللاعيبه المميزه احنا بنقول اللاعبين المميزين، ما يجيش لاعب 50% انا لاعب مميز، انا اتظلمت، انا انطلب مني فلوس، انا انا انا، لا. اللاعب المميز الموهوب خط احمر، بنناشد الانديه يا ريت اللاعب الموهوب الحفاظ عليه، حتى لو في نادي استثماري، حتى لو في نادي استثماري. طبعا ان شاء الله باذن الله زي ما ذكر الكابتن شعبان المدير الاداري بالقطاع، ان شاء الله في معسكر للناشئين باذن الله الاسبوع القادم، هيتخللوا بقى مباراه وديه ان شاء الله، والسجمام والبحر والرمله
بحيث يكون ان شاء الله باذن الله حاجه ممتعه وترفيهيه وبرضه تعود بالنفع ان شاء الله من الشق البدني والمهاري. معانا الكابتن اشرف هاشم مدير تسويق بقطاع الناشئين بنادي الزرع الرياضي. اهلا وسهلا كابتن اشرف. الله يخليك. ازيك يا كابتن احمد، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ وبئر العبد شمال سينا عامله ايه؟ والله تمام التمام الحمد لله رب العالمين، وبنشكركم وبنشكر كل شعب مصر وبنهنيه بعيد تحرير سينا في 6 اكتوبر ان شاء الله، وباذن الله احنا بكره بامر الله باللعيبه جايين باذن الله على نادي الزرقاء جايبين افضل عناصر في شمال سينا بامر الله. سلامنا كابتن اشرف لمحافظه شمال سينا. والله يا كابتن احنا ان شاء الله الناس كلها مشتاقه ان هي تلعب في الدوري الممتاز عن طريق نادي الزرقاء، وان شاء الله تكون دي خطوه لنا ان شاء الله بفضل الله وبفضلكم بامر الله باذن الله كابتن اشرف ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن اشرف هاشم من بئر العبد محافظه شمال سيناء. طبعا نعرض الصور كده علشان نعلوها على اللاعبين المميزين واللاعبين الجيدين. طبعا يا ريت نعرض الصور حالا دلوقتي علشان نعلوها عليها. طبعا اللاعب الصاوي علي مواليد 2009، لاعب جيد جدا من محافظه الدقهليه، من اللاعبين المميزين والمتميزين، والذي تم اختياره من قبل الاختبارات التي كانت مقامة في محافظة الدقهلية. اللاعب الجميل، اللاعب طبعا محمد عاطف مواليد 99، لاعب ممتاز جدا. طبعا لعب في أكثر من نادي، لعب في نادي ألعاب دمنهور، لعب في نادي النصر للتعدين، لعب في نادي المصنع الحربي، لعب في النادي المصري، وأخيرا انضم ووقع على عقود الانضمام لنادي الزرقاء الرياضي، من اللاعبين المميزين جدا، وإن شاء الله يكون لهم مستقبل جيد وطيب وباهر بإذن الله. اللاعب بيتر ملاك مواليد 2000، ابن محافظة القاهرة، من اللاعبين الجيدين المميزين في وسط الملعب، لاعب يمتاز بالأداء الرجول والمراوغة الجيدة والتمريرات البينية القصيرة المميزة والمتميزة، ومن اللاعبين الأكفاء اللي إن شاء الله نتنبأ له بمستقبل طيب وباهر أيضا. اللاعب محمد عماد ابن محافظة كفر الشيخ مواليد 2005، من اللاعبين الجيدين، يلعب في مركز المساك، ومن اللعيبة المميزة اللي ان شاء الله نتنبأ له ايضا بمستقبل طيب جدا، وتم اختياره من قبل الكابتن سمير حمدون طبعا المكتشف المواهب بمحافظة كفر الشيخ. محمد سامي مواليد 2007، طبعا صانع العاب من محافظة المنيا، من اللاعبين الجيدين المميزين والذي تم اختياره من اختبارات محافظة المنيا من عند الكابتن صفوت عبد العزيز والكابتن ايمن وجيه والكابتن سيد راضي، طبعا عاملين شغل كويس، شغل محترم بالامانه، ومن اللاعبين الجيدين لاعب برعم جيد جدا ولاعب هائل، وان شاء الله نتنبأ له بمستقبل طيب ومستقبل باهر باذن الله. اللاعب هشام همام مواليد 2001، ابن محافظة كفر الشيخ، كان بيلعب في المقاولون العرب، ومن اللعيبه المميزين جدا اللي تم توقيع عقود له، عقود احتراف، من اللعيبه المميزه جدا، اللاعب يمتاز بالمراوغه الجيده، ومن اللاعبين الاداء الرجولي، وان شاء الله نتنبأ له بمستقبل طيب باذن الله، ويكون من اللاعبين المميزين والمتميزين في الفتره المقبله ان شاء الله. طبعا الكابتن سيد راضي طبعا مديرا لقطاع البراعم بنادي حدائق حلوان لهذا الموسم، موسم 21 ان شاء الله باذن الله يفرز لنا لعيبه جيده. طبعا الراجل له باع طويل في قطاعات البراعم والناشئين، وان شاء الله يكون موسم طيب للكابتن سيد راضي رئيسا للقطاع ان شاء الله، ويعمل لنا قطاع كويس كده يليق باللاعبين المتواجدين في مسابقات سوبر دوري القاهرة إن شاء الله.
طبعا الكابتن أسامة حسن مدير قطاع البراعم بنادي الزرع الرياضي ومؤسس الانتاج الحربي. الكابتن أسامة حسن باع طويل كمدير فني في الانتاج الحربي، وطبعا بنستفاد بخبراته الجيدة هذا الموسم في قطاع البراعم بنادي الزرع الرياضي من المدربين المميزين. وطبعا الكابتن أحمد حرزة طبعا المدير الفني لفريق مواليد 2006 من المدربين الجيدين من المميزين أيضا، وإن شاء الله بإذن الله يكون إضافة قوية لمدربين القطاع بإذن الله. اللاعب عمرو جمال، ربنا يكرم كده ونشوفك عمرو جمال بتاع الاهلي ان شاء الله كده، مواليد 2008 من اللاعبين الجيدين، ابن محافظه المنيا، صانع العاب، يمتاز اللاعب بالمراوغه الجيده، يلعب بكلتا القدمين، ومن اللاعبين المميزين في قطاع البراعم هذا الموسم. اللاعب الجميل اللاعب سيد جلال لاعب نادي الزرع مواليد 2006 من اللاعبين المميزين والمتميزين ايضا، لاعب منتظم يعني مواظب على التمرينات، من اللعيبه الجيده جدا، ان شاء الله نتنبأ له بمستقبل طيب باذن الله ومجهود جيد من هذا اللاعب الجميل. اللاعب محمود شوقي مواليد 2006، اللاعب طبعا بيلعب باك ليفت من محافظة المنوفية، اللاعب يمتاز أيضا بالأداء الجيد والمراوغة الممتازة ومن اللاعبين المميزين. اللاعب محمد صبحي مواليد 2004 من اللاعبين المميزين، يلعب في مركز صانع الألعاب، ولاعب يمتاز بالأداء الرجولي داخل الملعب ويلعب في مركز الديفندر. اللاعب يوسف فتحي مواليد 2007 ابن محافظة القاهرة وتحديدا مدينة السلام، من اللاعبين المميزين، وكان بيلعب في نادي طلائع الجيش، من اللاعبين المتميزين اللي يفيد قطاع البراعم بنادي الزرع الرياضي إن شاء الله هذا الموسم. اللاعب سيد جلال، حظك واسع سيد، برضه مواليد 2006 من اللاعبين المميزين، وعرضنا صورة السيد جلال وعرضنا برضه صورة يوسف. يا ريت طبعا اللاعب الجميل محمود شوقي مواليد 2012 أصغر برعم في قطاع البراعم من اللاعبين الجيدين والمراوغين المميزين، واللاعب يلعب بقدميه الاثنين، من اللاعبين المميزين اللاعب محمود شوقي مواليد 2012. اللاعب محمد سعيد من اللاعبين المميزين، واللاعب يوسف طبعا انضم لقطاع الناشئين بنادي الزهراء الرياض، من اللاعبين المميزين جدا، وان شاء الله نتنبأ له بمستقبل طيب باذن الله. غيره عشان ده برضو تمام. اللاعب طبعا لاعب كويس محمد عبد اللطيف مع كابتن محمود قناوي، لاعب جيد جدا، لاعب يمتاز بالاداء الرجولي ويلعب في مركز السرد باك. عرضنا محمد عاطف مواليد 99، اللاعب يوسف جمعه مواليد 2005 من اللاعبين الجيدين المميزين هذا الموسم. اللاعب محمد تامر مواليد 2005 من اللاعبين المميزين ايضا، ابن مدينه كفر الشيخ. اللاعب زياد احمد مواليد 2007 من اللاعبين المتميزين لقطاع البراعم بنادي الزرقاء الرياضي. اللاعب محمود، لا اللي قبليها معلش عشان ياخد حقه، اللاعب ديت محمود محمد شوقي 2012 قلناه. اللاعب محمد فاروق مواليد 2004 ابن مدينه كفر الشيخ، من اللاعبين المميزين ويلعب في مركز الهاف ليفت. اللاعب محمد احمد رضوان هاف رايد، من اللعيبه المميزه واللعيبه الجيدين لقطاع الناشئين بنادي الزرع الرياضي. البقاء لله في وفاه اللاعب مروان محمود نجم نادي القناه، بننعي قطاع الناشئين بنادي الزرع الرياضي بينعي نادي القناه في وفاه لاعبه الناشئ الجميل اللاعب مروان محمود الذي وافته المنيه امس. وطبعا اللاعب سبحان الله كان صابح هيتصعد للفريق الاول ويبدا اول تدريباته مع الفريق الاول، ولكن اراده الله كانت هي الاقوى. طبعا البقاء لله ايضا في الكابتن اكرم خليفه،
مدير فني نادي فرسكور طبعا توفاه الله اليوم أثر أزمة قلبية أثناء إدارته لمباراة دورة الترقي ما بين فرسكور ونادي الروضة بمحافظة دمياط. برغم هذا ولكن كان التعادل سيد الموقف ولازم الفريق يفوز عشان يصعد لدورة الترقي، ولكن الحمد لله رب العالمين الفريق كسب، ولكن وفاته المنية من الناس المحترمين اللي كان على خلق قويم الكابتن أكرم خليفة أسكنه الله فسيح جنته. اللاعب زياد علي مواليد 2009 من اللاعبين الجيدين المميزين، لاعب يمتاز بالمراوغة الجيدة والتسديدات القوية، من اللاعبين المميزين والمتميزين ابن مدينة المنصورة، من اللاعبين الجيدين اللاعب زياد علي. اللاعب مؤمن سليمان مواليد 2005 هاف رايت، لاعب جيد جدا منتقل حديثا من نادي الداخلية، اللاعب يمتاز بالأداء الرجولي والمراوغة الجيدة أيضا. طبعا احنا مش بنعلن عن اعلان، لا ده دولت بياخدوا حقهم، لاعبين مميزين انضموا لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي. معنا مكالمة هاتفية الكابتن حسام علي مدرب حراس مرمى نادي الزرقاء الرياضي. اهلا وسهلا كابتن حسام. السلام عليكم. عليكم السلام، اخبارك كابتن حسام؟ الحمد لله كابتن احمد. الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين كابتن. الحمد لله. كابتن حسام قول لي كده مستقبل حراسة قطاع الناشئين، حراسة المرمى لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء، والوقوف على مستوى الحراس وافضل الحراس الموجودين في القطاع. والله الحمد لله، يعني انا شايف الفتره اللي فاتت مجهود كبير جدا منك ومن المدربين الموجودين، مجموعه حراس جم في الفتره اللي فاتت على اعلى مستوى. تمام. من كل مصر بصراحه، من اسوان ومدير العاب لينا ومن المنيا، مجموعه كويسه جدا وهايله. ان شاء الله السنه دي نعمل حاجه كويسه في القطاع ان شاء الله. تمام، تحت اشرافك طبعا. كابتن حسام، يعني عايز حراس المرمى القطاع اكتمل فعلا حراس المرمى، ولا لسه في فرق لسه الحراس يعني لسه ما اكتملش؟ وهل في بعض المميزين جدا من حراس المرمى، واين يوجد في اي فريق؟ يعني فريق 2001 ولا 2003، لان كان معانا محمد علي 2003. تمام، ما اسماء هؤلاء الحراس الجيدين يا كابتن؟ والله يا كابتن في اكتر من عنصر كويسين جدا، منهم رضا في 99، منهم رضا حارس مرمى الطيران 99 جدا. تمام. وعندي اكتر من ولد جايين بردك في اختبارات الاسبوع اللي فات، مجموعه كويسه. محمد جداً صبري حارس جيد اللي هو 2006. تمام. والحارس 2006 ممتاز جدا. طبعا، وطبعا احنا بنقوم تحت اشرافك بمجموعه تدريبات جديده، و ربنا يكرمنا فيهم ان شاء الله الحراس يبقوا حاجه كويسه جدا. ان شاء الله ان شاء الله كابتن. طبعا شكرا جزيلا كابتن حسام علي المشرف على حراس مرمى قطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياض. كابتن شعبان، عايزين يعني تشكر مين في هذا المجال وانت وصلت لهذا المجال؟ شكر الخاص لي. اولا انا اشكر الحاج عبد العزيز. الحاج عبد العزيز؟ طيب. الحاج، لا الحاج عبد العزيز احنا هو ده شهرته. تمام. ده كابتن عبد العزيز ده كان رئيس، كمان كان رئيس المنطقه. وكان مدربي. رئيس منطقتي الفيوم. الفيوم. وكان مدربي. تمام. هو اللي طلعني، هو اللي صعدني وانا كان عندي كان 16 سنه لفريق اول. تمام. وبعد كده جاء المرحله الثانيه الكابتن عبد شكور، كابتن السيد حسب النبي. تمام. ده ما اقدرش انسى فضلهم. وقبل دول بصراحه لازم اشكر كابتن محمد عبد السميع كامل. تمام. ده هو اللي ربانا وهو اللي علمنا يعني ايه كوره. تمام. وقبل ما انهي برضه احب اشكر في انا الكابتن عصام بصري. تمام. ده من الناس ومن الشخصيات المحترمه جدا جدا، هو والاستاذ مصطفى بصراحه، لانهم هم العين بتاعتي في الصعيد. تمام. قول لي كده سعداوي بقى، حابب تشكر مين اللي وصلك في هذا المكانه وليه كل الشكر؟ والله انا في البدايه حابب اشكر والدي ووالدتي، يعني هم بصراحه وقفوا جنبي كتير،
ثم الكابتن محمود يوسف مدرب أكاديمية القيصر يعني ليه فضل عليا كتير. في الكابتن أحمد الفار، الكابتن عمرو ممتاز، دول بصراحة يعني وقفوا جنب كتير. ثم الكابتن مهدي عبد الونيس مدرب نادي الشواشنة. تمام. ثم الكابتن شعبان ناوي. قول لي محمد عادل بقى تشكر مين بقى، حابب تشكر مين بقى اللي وقفوا جنبك كده؟ انا حابب اولا اشكر الكابتن شعبان اللي وقف معايا في المرحله دي. تمام. ووالدي ووالدتي اللي تعبوا معايا جدا، وخالي مصطفى كده، علي مصطفى اللي وصلني للمرحله دي. طب والمدربين بقى؟ الكابتن عصام البصري كده، عصام برضه يعني محترم جدا. الكابتن حسام علي مدرب الحراس. تمام. تعب معايا جدا. وحابب اشكر عمامي واصحابي واهلي بلدي وبلدي كله. ماشي 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 محمد عادل. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيوفي الكرام، الكابتن شعبان عبد الصمد مدير اداري بقطاع الناشئين بنادي الزهراء الرياضي، شكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا لك. وبحب اشكر طبعا اللاعبين المميزين، اللاعب سعداوي عاشور، شكرا جزيلا. شكرا. والحارس الامين، الحارس الجيد مهيد 2003، الحارس محمد عاشور، شكرا جزيلا. طبعا ما ننساش ان شاء الله معدنا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 11 وبرنامجكم برنامج بلاعب بلدنا. وما ننساش طبعا الشكر لكسر العمل بقيادة الكابتن إسلام طايل والأستاذ محسن عوض وكسر العمل الداخلي، وإن شاء الله بإذن الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 11. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.